يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يباح للمسلم أن يتابع المؤذن في الراديو أو التلفزيون إذا كان النقل مباشرا؟ ما هو هذا تسجيل، ما هو أذان، هذا يعتبر من التسجيل، وهم ما ينقلون الأذان المباشر وإنما ينقلون من تسجيل. لكن بالنسبة للأذان اللي يسمونه الحي، الأذان الحي على الهواء يتابعه، لأنه يتابع المؤذن. أما إذا كان يذاع من مسجل فلا يتابعه، لأنه هذا ما هو بأذان. نعم.